يلا انا مع الورقه ورفيق بيقول لي هيك هيك متبعضه يعني، اهلا وسهلا ومع السلامه. هالحضره لواحد بالمليون، ما في حدا ورا الكاميرا عندي هون، بتطلع انا بهيك بهالقدح الصغير. وبعدين بحكي الكلام بيرجع لي، اذا في حدا عندي امل هلا شوي. واحد بطرابلس هو واخته وامه اجوا لعندي، قلت لها الام سكتي لانه الام نيجاتيف كثير ولا شيء. هلا اختي اليوم بعثت لي ايميل وقالت لي اللي عم تعطينا اياهم يا مريم فوق مستوى الدنيا والمال وكل شيء. قلت لها صرتوا بقلبي، في جبت شيء اخذته من دبي جاب لي اياه من مطرح بعيد بهالعالم. قلت له ربيع اسمه شمه، فتح كل الصدر. نحن بسموها هون شبيهة فيها كمونية بالجنوب، مش انه كمون بس عدة اعشاب بتجمعوها بتفتح الصدر الرئة الجسم كله. اعطوه وقت بالنهار تتنفس وترتاح وتراقب افكارك. لوين راكدين؟ شو اخدين معي على القبر؟ ما حدا بحبني الا جسمي، هي بفوت معي على القبر والباقي كلهم كذابين بيجوا بس تيهزوا ايديه. واليوم كلنا بكبسة زر بنشتغل على هالموبايل، انا ما بفهم عليها. جبت اكثر من واحد بس شوف ايميل شينجر فينجر اندرسكور اندرسكور كبة تي 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 انا بحبك كثير وانت امي وانت كذا لا تكبوا. الكتاب خير جليس. قالت لي وحده ما لقيت الكتاب الخير جليس. قلت لا احرق جليس انت على حالك، يعني احرق احرق هلا حطوا نقطه على الحي. فاذا كل واحد منا يعرف انك ما بتعرف شيء، عرفت شيء وغابت عنك اشياء واشلاء. بقرا ان ويجمور وقت اللي كنت بامريكا وببوسطن برد كثير وما فينا ناكل اكل كله رو يعني مش مطبوخ ني. قالت مين منكم بيعرف يعمل اكل بلا نار؟ بدنا نكرم استاذ بقلبي معلم افاتار يعني. طلعت تكريم الى كمال جنبلاط. قلت له انا اللي قتلته وخبرتكم، كان عمري 16 سنه زيح امي هيك حط ايده علي هون وفي حيه ما بعرف شو قال. ما كنت رح اسمع شيء وما عم بسمع. امي كانت تحبه لكمال جنبلاط وتطلع تقرا فوق على السطح لما يجي الابونا يشوف امي عم تقرا كمال جنبلاط. افاتار وقال له المرشد اللي عنده سكن وما تخلف ان نجيب لا ينجب واذا انجب اعجب. ان شاء الله تكون انت اعجوبه الزمان يا وليد، اترك هالسياسه وابنك حرام عم تقتله. ما بدكم تقعدوا الا على الكرسي. امير بحذف الميم وكاس بحذف الالف، هول اللي حاكمين. نعم هلا كثير حلوه هالكلمه غفران، بس اليوم عم بتصير نكران ومعك حق. وائل وز كبير يلي هو عم بيعمل الحزب الحمير الموقع وراح يكون بايد الشباب هون وعدنان وكم واحد، لانه حرام تبقى هالحقيقه بايد شخص واحد. أنا معلمي وأستاذي ومرشدي وشيخي اسمه محمد كيلاني، ولكن الفطرة خطرة وما حدا بده إياه بطريقة مش هيك، بطريقة تانية بيروحوا. قال لهم أنا بجي وبحب موت أشهد وما بيروح إلى أي كواكب وأي مجرات تانية. قال لهم عندي القرآن، هذا هو كل القرآن بلغ إيه. شو هي الإيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت مسؤول عنه. إذا أنا رحت خطوة إلى الجلوة يجي المحيط لعندك هرولة. نعم يا الله يا حبيب قلبي. الحقيقة ما أجيت لكل الناس يا أخوتي، أجيت لنخبة النخبة وصفوة الصفوة وخاصة الخاصة. رمضان ما رمضان، كل رمضان من ملايين السنين رمضان موجود، ما فيها ولا ومضة من رمضان. منحش أكل كل الليل ومننام على الجهل كل النهار.
إن شاء الله يكون صيامنا لقيمات يقومن به صلبه. كان من ضمن أحلام أينشتاين في نظريته النسبية أنه يجد طريقة يرجع فيها الزمن إلى الوراء، والعرب حققوا هالمعجزة من وراء لوراء. ترد بدي أعمل تيشيرت، ما عم لاقي إلا لون أبيض وأسود، تيشيرت بهاللون مش صدفي يعني، يلي عملوا هالديكور حطوا هذا اللون، هذا لون المارون مش مرمرون، هذا لون الظهر، ما بيكون فيه خيال بقى. مشان هيك برمضان هيك لقيمات يقمن به صلبه إذا فينا، فينا نقعد 28 يوم، 21 يوم بسيطة، و28 و90 يوم بعدين ما منتنفس. المن والسلوى، ركض بصوم وتصحوا، من وسلوى، الجنون فنون يا مجنون. في شيء 40 كتاب بالعربي، بس في شيء 1000 كتاب عندي بالإنجليزي، تعرفوا عندي حرية أكثر بالإنجليزي وما بخاف يعني إنه إيه شو هالكلمة أو هاي، بس بالعربي كل الكتب ما بتتصلح خلاص، مثل ما مريم عم تكتبها. عندما يتصل فيك ماضيك ويقول إنه مشتاق إليك، سكر الباب بهدوء وضم حاضرك. الماضي مضى والمستقبل غريب، الآن هو الزمان والمكان، الآن now or never، مانا مضمون بعد دقيقة شو بيصير، وما في لحظة مثل التاني، وبكل لحظة فيها يقظة إذا أنت بدك هاليقظة، أنت ادعوني أستجيب، أنت شو بدك. مشان هيك قلت لهم لا موسيقى لا قبل ولا بعد ولا شمعة ولا شيء أبدا، وكلهم منطلع بركشينها ونقعد على الرمل، كل واحد منا يشوف منين فيك تجيب هالنعمة اللي فيك، رح يجوا رحلة داخلية أقرب إلك من حبل الوريد لبقى تروح بعيد. ما حدا بيحبني إلا جسمي، كذابين كلهم. ذوي العيوب يحبون إشاعة معايب الناس ليتسع لهم العذر في معايبهم. إيه معلش الأخلاق صارت موضة قديمة، ليك هيدا شو عنده، ليك شو عنده، وانا كمان. قالوا له مرتك شرقوطه، قال له انا كمان، هي تروح وانا بروح، انا شو انا. Be aware of what you are doing. روح مع مليون مره ومليون رجال، بس كيف عم بتكون؟ كتب الزنا على ابن ادم بجميع حواسنا. كون صادق، انا بحياتي طلعت مع اكثر من رجال، قل له بدي جايبتك. اذا بفتح الجر وما بلاقي مصاري بدي كبك برا. 42 سنة ريت، قال لي أنا بنك لإلي، كيفك تكوني بلاية؟ وبعد سنين التقيت فيه قال لي أنت فتي على الجنة، أنا بعدني بجنة. من أنا وصغيرة عرفت إلا لأمي أنت مش أمي، بيي مش بيي، في شيء تاني، في شيء تاني. 27 سنة شفت موسى الصدر، هيدا المسيح شكله إنجيلي، وإشاعات إجتني منه، إشارات وبشارة، وشفت غيره وغيره المسيح، إلى أن بالحضرة المحمدية محمد. ومن وقتها ما فيني إلكم، إذا حكيت الحقيقة ما رح تصدقوها، وإذا حكيت الكذب ما رح تصدقوها، واثنين حقيقة. اختبر أنت وفسر الماء بعد الجهل بالماء. أحياء عند ربهم يرزقون، ما بيموتوا المستنيرين. نور من نور، إله من إله، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، يساوي الآب في الجوهر. لا بقى تصدق ولا شيخ ولا خوري ولا مطران ولا فاتيكان ولا أزهر ولا كل الديانات. التدين، the religiousness of the heart. مشان هيك كتاب مرداد ما فهمت اللغة، بس فهمت المعنى بين الكلمات وبين السطور وبين الصدور، ما حطيتها بلغته. عنده كتير كتب على تقروه. يا حبيب قلبي الحق على الله، سئل علي كم صديق لك؟ قال لا أدري الآن، لأن الدنيا مقبلة علي والناس كلهم أصدقائي، وإنما أعرف ذلك إذا أدبرت عني، فخير الأصدقاء من أقبل إذا أدبر الزمان عليك. يا حبيب قلبي، يا ما أكثر الناس وقت اللي كرمي دبس، وما أقلهم لما كرمي يبس، ما بيقعد يجي حدا لعندها. قال له أنا كل يوم معك وما بتعمل لي احتفال، خيي
هلأ صرف كل مصرياته وصار من الضالين وبك تعمل احتفال؟ قال له لأنه رجع البيت بدي احتفل فيه، بس انتو أنا بالبيت. هيدي حكايات رمزية. الراعي عنده 100 خروف، ضاع خروف رح يفتش عليه، قلت يا خي ما عندك 99. هون 99 اسم من أسماء الله، اسمه فعل وصفة، أسماء الله الحسنى. شو بدك سميهم؟ شو أي كلمة بتحب تقولها قولها. وقت قالوا له أنتون سعادة، أنا ما بحب الله، في واحد قال له بحب البقرة. قال له حبها للبقرة وشوف فيها الألوهية، بس ما تخليها تلبطني. عملنا له تمثال لأنتون سعادة. نعم، الحشمة حكمة، الفلاح بشحل الشجر والفتاح بشحل البشر. يا حبيب قلبي مصطفى محمود، أنطون سعادة، مخايل نعيمة، جبران، ميزيدة، سعيد عقل، هيدي مكتبة أهل الكتاب وأهل القلب. الشباب هون وعدنا نعملينها خلاص، ما بتضل بإيد واحد، كانت بإيد بيت الله، بإيد محمد كيلاني، وائل هيدا الوز يلي عنده عشق مش غريب ولا قريب، ما بعرف شو عشقه إلى محمد والله وعلي. وهلأ عم بيفوت بعلم أبعاد وأبعاد، عم بيشوف اللي بيحبه. أنت بتحب علي؟ شوفه بكل شيء، أينما توليت فثم وجه الله. أنا ما فيني عيش بلا خبز اليوم، يمكن بكرة بقدر، بس بحش الخبز. وكنا حوالي 1,000,000 بأمستردام، غربلة غربلة يا غربل، تنترننننم، صاروا 20,000. وأنا مشيت مدري مع مين وضعت وطلعت على مسرح، قلت له I'm from Lebanon وهيك وهيك، قالوا لي أنتوا عايشين الحرب. عرفوا من مين أنا مع مين، جاء أخذني 20,000 غربلون غربلون. قال لي بتجي أنت بتعيشي معي؟ قلت له أنا بالكيت جبت فيزا تأجي لها، و5,000 ليرة يعني، كانت 5,000 ليرة اليوم ما بتشتري لك فجلة. قال لي رح يجي واحد يعطيك فيزا ببيتك على أمريكا، ورح تكوني مع أغنياء الأغنياء بأمة العرب. وقال لي أسرار. جيت على البيت، إجا واحد، يا حبيبي معك 600 ليرة ولي؟ قلت له ايه، قال اعطيني اياهم. صار قلت له ليش ولا كيف بتعطيني فيزا على امريكا؟ قال لي السفير الامريكاني فل وابن عمي اللي بيمضي. اعطيني تذكرتك اللبناني باسبور. هيك فت على امريكا، وبعدين عايشه مع اللي حاكم على العالم. بس ما زالك هلا انت مع المشركين. بدي شارك مش بالشرك، بالمشاركة. مال الحرام هو وصاحبه، وما بقى فيه حلال. كل يلي ببلدنا، كل يلي من أمة العرب، كامل الصباح كيف انقتل كلهم، يعني هودي ناس مهمين. وقالوا لي ليش ما في أنبياء بالأمة العربية نساء؟ بلا، مشان هيك المرأة بتضل ببيت، الرجال بيروح كتف على الكتف الكتف على الكتف، بصير طاعت أمتها. المرأة ببيتها كل عمل عبادة. بنت البصرة، رابعة بنت البصرة، شفتوا كيف كانت؟ رابع بنت وفقيرين وهيك، وإجا الحبيب وقال لهم لبيا روح لعند الحاكم وهيك هيك. قال لهم الحاكم في حدا؟ قال له واحد شرشو بده يحكي. قال له أنا بهتم فيك وبمرتك وبقى 4 بنات، وضل يهتم فيهم. نعم 14 سنة. مات الخليفة، هيدا سرق وهيدا هيك، يا محلينا بعدنا ما طرحنا من ورا لورا لورا لورا. بدي البس التيشيرت اسمها، نعم شبعنا حرا من قدام ومن ورا، شبعنا حرا من قدام ومن ورا. هون بمحل في النعنة وانا ماشي على الطريق، ولاد صغار كتير بياكلوا الشيت تبعهم، كتاب بايد اوباما، ايت شيت، ايت هي شي ات هي شيت، بلعب بالكلام. ما حدا أميت شو قال لي كل كتاب بالمليارات. دليل ما قال لي بدي إياك تكوني معنا وكتبك ثروة كبيرة. قلت له صدقة، لأن مش مريم عم تكتبهم، تشتري قرآن ب6,000,000 دولار تفه عليك، لأنه استدد والدايامونز وهيك وهيك، لأنك سخيف. مشان هيك في مجاعة، جمعنا الجوع هلأ،
كيف عاشوا الخلفاء؟ خبرتكم ألغور ما صدق أن الخلفاء حقيقة. أنا قلت رئيس جمهورية أمريكا مسجد حدنا. قال لي أنت المسلمية كلنا الكذابين. كنت أعطيهم بخط إيدي غير. قال لي الإسلام اللي أنت عايشتيه كتير بسيط يا أخوتي الإسلام، وأسلم الروح المسيح. مريم بتضيعينا، منك مسيحية، منك مسلمة، منك مني مرة، مني جسد تترتتم شيء، كله بيموت. بتصور معي كل صوروا اللي ما بيموت. ما في أمل، ما في أمل يا أخوتي أبدا بأمة العرب. علامة الساعة الكبرى قريبة، تك 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 تك. نعم، خمسة يعرفنا بخمس. الشجرة تعرف من ثمارها، والمرأة عند افتقار زوجها، والصديق عند الشدة، والمؤمن عند الابتلاء، والكريم عند الحاجة. وين أني هلا؟ كانوا بالضيعة عنا، لحوي وراي رفيق ومن الضيعة، كان بس يكون في دفن 40 يوم الضيعة تحمل. قال لي إيه وبعدون بيبددون إذا في فرح العريس والعروس وهيك 40 يوم، أمي اليوم تطبخ، أمك بكرة، أمك هيك، أمك هيك، أمك هيك. نمرق على الفرن. أنا بتذكرها 5 6 سنين عمري، أمي اسمها روز، على البركة تقول أمي روز خليكي. يعطوها خبز لأمي، وهلأ بعدهم بيعملوها، ونحن يعطونا طلمة. الطلمة عفيك فيها بعدها أمه شيخة، وهي شيخة بدادون أمه. يعطونا طلمة في حمص منقوع، ياخذوا الرغيف يحطوه هيك، ونحن ننطر هيك على بده يجينا طلمة بالقضامة. نقول ما نعرف إنه هيدي قضامة، كل واحد معه طلمة. تقول أمي لا طلمة واحدة بتكفي، إحنا 4 أولاد. وأمي وين تروح؟ عند الجيران، لأنه مونة يساعدوا بعضهم، ينقوا كلهم يساعدوا بعضهم. اليوم بيساعدوا النظيرة، بكرة بيساعدوا أم علي، وبكرة بيساعدوا، وعندنا أم علي وأبو علي، وبعده علي هو رئيس البلدية بدوما، ما في منه مسلم، بس في أم علي وأبو علي. خبرتكم ما كان عندنا ليمون، نحن 1400 ما عندنا بردقان وما عندنا هيك. بلش صار في أنطوبيل وبوستو، وصاروا يروحوا ويجيبوا بردقان. تصور نحن أولاد 5 6 4 سنين، كيف هالولد عنده هالحكمة؟ نلهي عمي نظرة، هو اللي عم بيبيعون عمي نظرة هيك، وشي ولد من هالولاد ياخد الليمونة يشلها راسها من هيك، كلنا نمصها نرجع نقبع نحط لها البرنايطة، ويجوا هالناس يا نظرة ليش رخوا هالبرتقان ليش رخوا؟ بي بندوق هرمنة. لحقنا شايف انه عم نعمل هيك اكيد بده يضربنا. قال لهم يا خيي هالولاد اللي عم بيعملوها. تعجب نظرة كيف هالولاد لهيو ومصوا البرتقان. وصارت امي تنزل على بيروت وتجيب معها سكر هيك مربع، شايفون ايه؟ وبي يقول ما تجيبوا السكر عدو، ما دخيلكم عنا دبس عنا هيك عنا هيك. ابدا فلتوا، صرنا سكراس نحنا، يضربنا تيشوف اذا في سكر، نبكي بس ما نفتح تمنع، اذا فتحنا تمنع حاطينها. وهيك صار عنا صبير، وبعدين هلا 24 ساعة على 12 شهر ما بقى في موسم. خبرتكم كل شيء اسمه أورجانيك ببيروت بلبنان كله ماشي خلص. MMS شلوها، كل طبيب بيعطيكم دواء كبوه. أنا خالي مات معه 17 ليرة ما كان يعطي دواء، وكان طبيب كاثوليكي الأمي بتصير وزير صحة أعطيه أدوية. قال لي ماني حمار، مع احترامنا دايما للحمار قروا كتاب الحمار. غذائكم دوائكم ودوائكم غذائكم، اتركوا الأغبياء والحقوا الأنبياء، نزعوا القشور خطوا إلى القبور، عملوا شعير منه بيعملوا بن اللي عمل الحبيب أفاتار كمال جنبلاط من الشعير. أنا معنا هون شيخ وبعده معنا سلام أبو مجاهد، يقول لي بس اشربها وبتوجعني معدتي. قلت له الكذبة، شبت له، قلت له اشرب من هاي القهوة ريحتها بن ما فيكم تصدقوا. قال لي بشرب بن وراح وجع معدتي. قلت له هيك أنا عم بدفع حقها، بس حقها $200 بس تكون غالية الناس بتصدقها. قال لي فيني اسقي هيك؟ قلت له كلهم سقيوا، صرت جيب له كلهم سقيوا. حاطط صورة كمال جنبلاط، قلت له ليه؟ وليها قهوة الشعير تبع هالمعلم تبع هالمرشد هالمستنير. قال لي هيدي، قلت له كونوا فري لانسر، ما نكون عايزين حدا، ما تتوظفوا، التلفزيونات كلها واقعة خلص. قال لي وين بتوقع صغرته؟ قال لي صغرته ما بتوقعوا لي أحسن قوطة،
عم تحكي عن الخريطة المعلمة. فإذن ما بقى بدنا تلفزيونات، شفتوا شو عم بيعملوا هلا؟ كف إيدك تخترق المجرات كلها، أنتوا قاعد هون طرفة عين بتجيب الأكل سخن بارد بدك إيه من غير كواكب وغير مجرات؟ منك بحاجة. وفينا انطوى العالم الأكبر، شو ما شفت الله أكبر الله أكبر، ربك فكبر ربك فكبر، شو ما شفت توصل بتلاقي صوت عم بيحكيك. نعم هيدا محمد، بس أنا مني مسلم. ولما أنا قلت له إياه كمان قلت له أنا مني مسلم، أنت مسلم أنا مسيحي، ما بقدر لكم شو صار. وكل اللي معي سمعوا، كان عمري 50 سنة من 30 سنة، سجلوا وعملوا كل شيء، أحلى المكانات عنا إياها بأمريكا، ما قدروا يسجلوا صوت محمد. نور ساطع كان بالبيت وكلهم سمعوا. كلنا هلا عنا رقم 7، دوريمي فاسول لا سيدو، دوريمي فاسول 1 2 3 4 5 6 7، جمعنا الجامع. ما حدا مسلم، الإسلام هو الفطرة، فوق الإسلام الإيمان، وفوق الإيمان الرحمة، وفوق الرحمة وسعت كل شيء أسرار. يا الله يا الله يا الله يا الله، ما فيني خبركم. كل واحد منا يرجع يفكر إيه ماي زيادة سعيد عقل كلها.